صباح الخير عليكم، بدايه بخير، لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير. المهم هذا هو اليوم الثاني عندنا هنايا في البلاصه هذه الرائعه في البريه هذه. المهم الساعه دابا راه 11، اليوم صبح شويه كاين البرد، ماشي برد بزاف ولكن الجو بارد شويه. الصراحه ما سخيتش من هذه البلاصه هذه باش انك تفيق على هاد المناظر هادو وتنعس في البريه وفي الطبيعه هادي وكتسمع غير الصوت ديال الطيور، الصوت ديال الماء، واحد الحاجه اللي زوينه بزاف. انا هكا كيعجبني، كنحب انني نعيش اللحظات بحال هادو في الطبيعه، حيت انا عندي واحد التعلق كبير مع الطبيعه. الطبيعه كتخليني انني نكون سعيد بزاف، والراحة النفسية ديالي ديما كنلقاها ملي كنكون بحال هكا في البرية في الطبيعة. انا ما سخيتش من هاد البلاصة هادي، ومازال كنفكر باش انني نزيد واحد جوج ليلات اخرى هنايا. البلان ديال اليوم والله ما عرفتش، باقي ما متاكدش شنو غادي ندير، شو غادي نصور لكم زعما. واي حاجه اكتشفتها وشفتها غادي نحاول ما امكن انني ننشرها معكم ونشاركها معكم باش حتى نتوما تستمتعوا معايا. دابا خصني نوض باش اننا نوجدوا الفطور ديالنا، ويلا بقوا معايا. دابا غادي نهبطو للواد باش نوجدو الفطور ديالنا.
طريق الوادي لتحت زوينه الصراحه، كدوز على هاد الغابه هادي. نبداو الفطور ديالنا هو الاول مع الطبيعه هادي حدا الشلالات. هذيك الساعه نشوفو الا درت شي جوله هنايا غادي نشاركها معكم. احنا دابا وصلنا الواد، خيرات المياه هنايا، هنا فين غادي نصايبو الفطور ديالنا، هنا فين كيعجبني نفطر، بدا الماء. الشلالات رائعين، باقي نصايب الكانون فين غادي ندير العافيه هنايا، ولكن اول حاجه غادي نمشي نجمع شويه ديال الخشب، عاد غادي نبدا في الجهه ديال الطول ديالي. انا جمعت شويه ديال الخشب، الخشب هنايا موجود،
هنا بالصحة والراحة. دابا بعد ما فطرت جا الوقت باش انني ندوش الصراحه. دابا سخن الحال احنا دابا كنوجدو الغداء ديالنا. بيد من انني نتسنى الغداء يطيب بغيت ندير واحد الجوله صغيره هنايا. لقيت هنا واحد الطريق ديال الرجل، ها هي حدا الواد فين جالسين. بغيت نمشي نكتشفها نشوف شنو كاين تما، نتبعها شويه كطلع الفوق نمشيو نكتشفوها علاش لا. والغداء ديالنا راه هو كيطيب تما وغادي نطلعوا. هي الطريق نمشيو نكتشفوها لهاد الجهة هادي. يلا بقاو معايا. المهم نتمنى ان ها هي واقيلا هي هادي، نتمنى تكون واضحة شوية باش نتبعوها نشوفو شنو كاين هنا الفوق. جينا لهاد الغابة هادي، ها هي لهاد الغابة هادي كتبان هنا. ها هو الديكور الجهه الاخرى، هي الجهه ديال فين مخيمين. راه هما الخيمات ديالنا كاينين اللي ها انتم شوفوا طبيعه رائعه. كاين الغابه، ها هما الخيام ديالنا. شوفوا شوفوا كيف كدوز الطريق هنايا ملي كدوز. واو شوفوا شوفوا هادشي مرعب. شوفوا ها الفعاي ديال الحلوف هما هادو. ها شتي كاين الحلوف هنايا. لا هادشي لا يبشر بالخير، مين كاين الحلوف هنا
نفضل ما غاديش نتبع هاد الطريق هادي. شوفوا ها شوفوا الطريق هنايا كيف دايره كتخلع مشكله كما قلت لكم. شوفوا ها كاين الاثار ديال الحلوف هو اللي كيعجبو يدير بحال هكا. هاد الارض هادي فازقه شوفوا ها هاد الارض هادي فازقه ما كيوصلش ليها الشمس كتبقى ديما بحال هكا. شوفوا ها شوفوا لا والو تقدر الا دزت من هنا شوف الغابه كيف دايره هنايا مزيره. تقدر الا دزت من هنا ولا كان شي حلوف تما الفوق غادي ندير المشكل راسي وصافي. كان عاجبني انني نتبعها ولكن ما متاكدش واش هذه هي 100% ولا لا ولا كاينه لتحت لهيا باش انني ندوز من هنايا. شوف الطرق كي دايره راه الحلف راه هذا الشيء جديد ها كما تشوفوا ها هذا الشيء جديد فراه من الافضل انني نرجع بحالي السلامه احسن من ندامه باش ما نصدقوش هنايا طايحين في شي حلوف هنايا. كاين واحد الطريق هنايا ها هي كدوز من هنا نجربها لعل وعسى الا كانت هذه كتشوف على الخطوره كاينه هنايا الا كانت كتخرج ترى غادي نتبعها شويه شوف الخطوره كيزلق هاد البلاصه هذه كتزلق لا والو للاسف هاد الطريق هادي كتقطع غير هنايا ما يمكنش لي ندوز من هنا للاسف. كنت باغي ندوز مور هاد الجبل هذا هنايا مول هاد الشلالات اللي كاينين تما باش نكتشف ولكن للاسف مكايناش الطريق. غادي نرجع بحالي وصافي معكم. صباح الخير عليكم نتمنى تكونوا بخير. المهم هذا هو النهار الثالث عندنا في هذا المكان هذا الرائع. المهم الصراحه اليوم قررنا باش اننا نغادروا هذا المكان هذا والصراحه انايا والله ما سخيت من هذه البلاصه هذه الصراحه هذه البلاصه هذه ارتحت ليها بزاف وكاينه هنا واحد الطبيعه للصراحه زوينه بزاف اللي عجبتني انا الصراحه. ماشي غير الطبيعه وصافي اللي خلاتني انني نحس بالراحه هنايا ولكن حتى الساكنه ديال المنطقه الصراحه الساكنه ديال المنطقه هنايا الناس مسالمين مرحبين ما كاينش شي واحد يقول لك شنو كدير هنايا علاش خيمتي لي في الارض ديالي. راح اي واحد كتلاقى معاك يقول لك مرحبا خذ راحتك ما كاين حتى مشكل ونهضر على الطبيعه هنايا الصراحه الطبيعه واعره بريه بزاف خصوصا في هذه البلاصه هذه فين خيمنا حنايا دابا راكم شفتوا معايا الفيديوهات بلا ما نقول لكم التفاصيل. المكان هذا الصراحه مثالي وفي الليل الصراحة كيكون واحد الهدوء اللي الصراحة ما يمكنش كتسمع غير الصوت ديال الطبيعة الصوت ديال الطيور الصوت ديال الماء الصوت ديال الديب. مهم واحد الحياة تانية الصراحة واعرة بزاف ولكن للأسف اليوم خصنا نمشيو من هاد البلاصة هادي ولكن ان شاء الله قررت باش انني نعاود نرجع هنايا ونبقى هنا واحد المدة طويلة محظوظ بزاف باش انني نكون هنايا ونستمتع بهالمناظر هادو وبهالطبيعة الخلابة. كيف العادة غادي نوضو ونوجدو الفطور ديالنا حدا الشلالات وديك الساعة في العشية غادي نجمعو الحوايج ديالنا ونمشيو بحالنا.
احنا دابا صافي كنجمعوا الحوايج ديالنا باش نغادروا هذا المكان الرائع اللي دوزنا فيه الصراحه اوقات جميله، استمتعنا هنايا بزاف وارتاحينا. صافي دابا غادي نجمع الخيمه ديالي وما غادي نخلي هنايا حتى زبد. هاد الميكات كاملين اللي كتشوفوا هنايا راه كاملين غادي نجمعهم في الاخر، ما غادي نخلي هنايا حتى زبد. غادي نخليو المكان ديالنا كيف ما لقيناه كيف ما غادي نخليوه، وكما قلت لكم ان شاء الله غادي نعاود نرجع هنايا حيت هاد البلاصه هذه عجبتني بزاف.